أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل لبس الثياب التي ألبسها في بلدنا هل لبسها يسمى ثوب شهرة؟ إيش لبس الثياب التي تلبس في بلدنا هل تسمى ثوب شهرة؟ تلبس في كل بلد لباس أهله ما لم يخالف الشريعة، إذا كان لباسهم موافقا للشريعة فتلبس مثلهم، ولا تلبس شيئا مخالفا للباسهم يكون شهرة هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.